هل تشاهد التلفاز أم أدمنت نتفليكس؟ تأخذ تاكسي أم أن أوبر هي وسيلتك الجديدة؟ المحلات التجارية أم Amazon.com؟ يعني أنا صايرة عم منافسي MBC عربية بطرح أسئلة عامة على فئات عمرية مختلفة، والإجابات ستعرف لك ما هو معنى فجوة الأجيال. أنا جود سيد، أنا لبناني وأنا عمري 11 سنة. مرح أبو الحمص من الأردن، عمري 24 سنة. اسمي سهيلة محمد حيدر، عمري 66 سنة. إذا بدك تروح على محل in general كيف بتروحي؟ يوجلي بي أو أما بيبوصلوني على المحل اللي بدي أروح عليه. تكاسي، قررت إنه لازم أجيب الرخصة. فبتسوقي سيارة؟ في عندي سيارة. أغلب شيء بستخدم المترو والباص. تعرف شو هو أوبر؟ إيه. شو هو؟ أوبر هو أب تستعمله لتطلب تاكسي ليوصلك وين ما بدك. طلعت بأوبر كريم، هو عبارة عن تطبيق بيوفر لك ميزة معينة من الخدمات. أبليكيشن بيدخله الواحد على الموبايل وممكن يستخدمه. إذا بتحضري فيلم، وين بتحضري المكان المفضل؟ بفضل أحضر بالسينما، لأنه نتفليكس بحسه إنه ما عنده كتير موفيز أحضره. نتفليكس وأثان وأكيد فوكس. بيزعجني موضوع السينما، بيزعجني موضوع إنه أنا لازم أضلني قاعدة بقاعة لمدة ساعتين مضغوطة مطفية بشكل مريب. والله أنا بحب السينما كتير. تعرفي نتفليكس؟ لا. تسمع ميوزيك؟ لا مش كتير. كيف تسمع ميوزيك؟ يوتيوب، ساوند كلاود، ديزر، وفي أنغامي على الموبايل، على اليوتيوب. إذا ما تأكل من برا تطلب دليفري؟ الأب صاروا أسهل لأنه بالتليفونات إنه تستيل ممكن أكتر براكتيكل، لأنه أسرع إنه تطلب، وكتير ناس بحبه. بس أنا بحس إنه إذا بتستعمل أب إنه ما ضروري تحكي مع حدا، أنت لحالك أسهل انك تطلب على الابلكيشن. خلص عبي عنوان البيت وحط الاشي بالضبط اللي انت بدك اياه، الاشي اللي ما بدك اياه يكون جوا الوجبه وتمام. على فكره انا ما بطلب اكل من برا ابدا ابدا ابدا، انا بطبخ بالبيت. اذا بدك تقابل شخصيه واحده مشهوره كثير، مين بتكون؟ ايلون ماسك او جيف بيزوس، بحب اشوفه. نيلسون مانديلا اي جيس. بيتهوفن. شو بتستعملي من مواقع التواصل الاجتماعي؟ استعمل واتساب مشان اتواصل مع قرايبيني، بعرف اخبارهم بامريكا، بسوريا، بالمانيا، بفرنسا، ببريطانيا. واتساب، انستغرام وفيسبوك نفس الشيء. شو اكبر كارثه صارت باخر 20 سنه برايك؟ الانتفاضه 2008، الكرايسيس، الفاينانشال كرايسيس، ضرب المركز التجاري العالمي بامريكا، الاحتباس الحراري. سمعت فيه في ناس بكبوا زبال على الطرقات وبالبحر وهيك، فهول يعملوا كانه بوليوشن بالهواء. ثاني اكسيد الكربون والميثان اللي بالارض بطلع على الطبقة اللي فوق اللي هي عند يعني احنا عم نقص الشجر ونحط محله حجر. بدي فرجيكي هالصورتين، تقولي لي مين هني. جاستن بيبر. جاستن بيبر اي دونت نو. هذا ممثل، هذا مغني ولا ممثل؟ ام كلثوم. نوادية. ام كلثوم. دونالد ترامب. دونالد ترامب. هذا ترامب رئيس امريكا. مارك صاحب فيسبوك. مارك زوكربيرج. هذا تبع الكمبيوتر. ايوه. بتمنى لكم سنه سعيده وهابي نيو يير. ميري كريسمس اند هابي نيو يير.